عليك انا. بسم الله ما شاء الله، اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، الله اكبر. عقل رضيع بيرضع من امه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبع البقر الوالد في سوق ابو حمص مع الناس المحترمين، الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبع. الله اكبر الله اكبر. صباح الفل يا معلم. عشرات اللبن. بسم الله ما شاء الله، احلى بعشرات. اللهم صل عليك يا نبع. عشرات اللبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر الله اكبر. طرف واحد دي، طرف واحد كمان. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. عرفنا باسمك الاول يا معلمي. باسم راضي. المعلم باسم راضي ابو حمص. معلم باسم؟ ايوه. الله يبارك لك ويصلح حالك. كم ولد يا معلم باسم كده؟ ثالث ولد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوه، والله اكبر. بسم الله ما شاء الله، مال وحلاوه. ما ينفعش ننزل ابو حمص، نزل الغلطه دي. الله اكبر، نزلت غلطه. بسم الله ما شاء الله، لا مالك من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. صور المعلم زعبلي. ثالث ولد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، معلم زعبلي الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. يا عم ماشي، وكل اكل عين. يلا عامل ايه يا معلمي؟ 70,000. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، 70,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. سعر نهائي يعني؟ سعر نهائي. اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه غيرها ولا اخر واحده؟ اخر واحده. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ادينا الرقم يا معلم باسم لو حد عايز بقره اثنين موجود. خد رقم المعلم زعبل. معلم زعبل 0 100 8 8 3 0 5 6 7. المعلم زعبول يا جماعة أبو حمص، والتجار أبو حمص اللي عايز بقر والد موجود عندهم، الله يصلح حالهم وحال الجميع. صباحكم أبيض إن شاء الله. طريق الزراعي دمنهور يا جماعة، عزبة الدعبوس، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. صباحكم أبيض إن شاء الله. خطوب كم حاج والله الوالدة دي؟ صباح الخير. 59. ربنا يجعلها مبروك عليكم يا حاج. 59,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، والخلف ذكر، اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك للمال واصحاب المال، اللهم صل عليك يا نبي. الله عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على البقر الوالد في سوق ابو حمص، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا غالي، صباحكم ابيض ان شاء الله. تجار ولا واخدينها جنيه؟ جنيه ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. خلف ذكر يا جماعه، صلاه النبي عليه. بسم الله ما شاء الله. خدتوه بيامي؟ 66. ربنا يجعلها مبروك عليكم ويصلح حالكم. الناس الجنيين يا جماعه وعامله 66. بسم الله ما شاء الله. كم ولد الادي؟ لا تاني. تاني ولدي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. 66,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. صباح الفل يا عم الحاج، نهارك زي العسل. ربنا يجعلها مبروك عليكم ان شاء الله، على بركه الله رجال. ربنا يبارك للمال واصحاب المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، 66,000 والخلف ذكر، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صباح الفل يا عم جمعه، عامل ايه يا غالي؟ الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. اسعار النتايات التربيه النهارده؟ هي ب 25. 25. بسم الله ما شاء الله. قدامها ايه وتبقى تحت العشر؟ قدامها 4 شهور وتبقى تحت العشر. بسم الله ما شاء الله، صباح الخير يا حاج. نارك ابيض، اللهم صل عليك يا نبي. 25,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا ينصرهم يا رب يا رب يا رب يا رب، تنصر المظلومين يا رب. الله معاهم يا رب يا رب، يا رب. وتدمر الاعداء الدين يا رب. تدمر اعداء الدين يا رب. يا رب تدمر اعداء الدين يا رب. الله يرجعك يا انبار يا سادات. يا سيسي. الله يرجعك يا سيسي. الله يبارك لك عم جمعه. عم جمعه يا جماعه اللي بتحب سياده الرئيس اهوت بيدعي له، الله يقويه عليني ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. نارك ابد عم جمعه، ناركم زي العسل ان شاء الله باذن الله. اللايك والاشتراك لقناة المونشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.